بصي هنا يا امي يا امي. بص بص عربية هو من فرح هو سيد المحاوز هيقعد معاكم حي حلوة ما شاء الله يعني ربنا يقدر الناس على فعل الخير يعني والله ما شاء الله يعني لا مساحات واحدة طبعا بوجود نظام شقة حلوة يعني ما شاء الله رفض التشطيب والحاجات لا ما شاء الله والله يعني حاجة حلوة خلص يعني حتى يعني الفريق والله ما شاء الله اللي هنا من عزبة الصعيدة اللي هو متواجد مع الجماعة ما شاء الله يعني حاجة حلوة خالص